التاسع والعشرون من تشرين الأول عام 99، لبى المحققون نداء من منزل في مجتمع منعزل هادئ. في الداخل وجدوا ضحية هجوم وحشي. عثروا عليها نحو الساعة الواحدة صباحاً، وكانت قد أبرحت ضرباً وطعنت وتعرضت لاعتداء جنسي. سرعان ما أدركت الشرطة أن المشتبه به يستهدف ضحاياه من النساء اللاتي يعشن وحدهن. بناءً على عدد الضحايا، قد يكون أسوأ قاتل متسلسل واجهته كندا. نتحدث عن رجل يعتبر نفسه مواطناً عادياً، لكن لديه سلوكاً معيناً يجعله يقوم بأمور مأساوية. إلى جانب الشرطة، هناك من يسجلون التحقيقات على الأوراق والأفلام والأشرطة. إنهم الشاهد الأول بالنسبة للرأي العام. فصول الجريمة المظلمة هذه هي ما سجلته عدساتهم. اختار العديد من الكنديين العيش في الضواحي الهادئة أو البلدات الصغيرة، حيث أصبح المنزل ملاذاً من مشكلات المدن الكبيرة. لكن في عام 99 على أطراف مدينة مونتريال، أصبحت هذه الضواحي الهادئة مكاناً للصيد بالنسبة لأعنف مجرمي كندا، والمعروف للكثيرين باسم الرجل البارع. إنه تشرين الأول عام 99، يذهب السكان إلى أعمالهم كالمعتاد في سنيفيل كيبيك، وهو مجتمع صغير في جزيرة مونتريال الغربية. بسبب قلة الجرائم العنيفة، تعتبرها الشرطة منطقة سهلة. يعيش في سنيفيل نحو 1500 شخص. إنها بالفعل مجتمع صغير وهادئ. لا تحدث أمور صاخبة فيها ولا حتى حوادث مثيرة. حينها كانت أن يارنولد وعمرها 59 سنة من سكان سنيفيل. مع أنها تعيش وحدها الآن، لكنها ما زالت على علاقة وطيدة بزوجها روبرت وابنتهما سارة. أفضل خصال والدتي على الأرجح هي قدرتها على التسلية والعفوية واستخلاص التسلية من أي شيء. لقد أحبت تنسيق الزهور والرسم، وكانت مولعة بالفنون لطالما كانت كذلك. عاشت في منزل يبعد عن الطريق العام. كان معزولاً إلى درجة كبيرة، وإذا ما نظرت من خلال أي نافذة سترى الأشجار. الرابع عشر من تشرين الأول في الساعة الثالثة مساءً، أخذت أن كلبها تروبر إلى الطبيب البيطري المحلي. رأت انتفاخاً في جانب تروبر وكانت قلقة على صحة حيوانها. ذهبت إلى الطبيب البيطري ولم يعجبه شكل الانتفاخ. أخبرها أنه يجب إزالته، وكان قلقاً من أن يكون سرطاناً. بعد الموعد عادت أن وتروبر للمنزل المنعزل الذي يطل على المياه. اتصل بها والدي من العمل وكانت متضايقة جداً. اتصلت بها الساعة 5:30 وتحدثت إليها لفترة. كانت تبكي ومتضايقة جداً، وكلانا أخبرها بأنه لا داعي للقلق وبأن كل شيء سيكون بخير بعد العملية. سرعان ما خيم الظلام عبر جزيرة مونتريال الغربية. بعد وقت قصير وصلت سيارة غير متوقعة إلى منزل آنا يارنولد. في الصباح التالي، وبسبب قلقهما على حالة آنا العاطفية، حاول كل من زوجها وابنتها الاتصال بها. كلانا اتصلنا بها طوال اليوم. لم يجب أحد على والدي وكان قلقاً. عندما خيم الظلام ثانية، وصل روبرت إلى منزل زوجته. ما زالت سيارتها في الممر وأضواء المنزل مشعلة. ذهب إلى هناك وبحث داخل المنزل وفي كل مكان.
وتروبر لم يكن هناك أيضا. عثر روبرت على تروبر وراء باب غرفة نوم مقفلة، ووجد إشارات أيضا تدل على أن أحدهم عبث بالغرفة. في الغرفة التي عثر فيها على تروبر وجد حقيبتها ومحفظتها وبطاقات الائتمان خارجها والفكة مبعثرة. ازداد قلقه وقرر روبرت البحث في الفناء. هناك بالقرب من إحدى الحدائق اكتشف أمراً مريعاً، زوجته آنا ميتة. وجدها وراء الشرفة حيث كنا نجلس على هذا المثلث من الأزهار. كانت هناك وجهها على الزهور. خلال ساعة وصلت شرطة مونتريال إلى مسرح الجريمة، ومعهم الخبير الجنائي جان بول مونييه. جان بول مونييه خبير جنائي ومن أفضلهم حينها. كان يلتقط صوراً لمسرح الجريمة بالكامل. كنا نلتقط نحو 350 صورة في موقع الجريمة. لاحظ المحققون وجود كدمات حول رقبة آنا ووجهها، بالإضافة إلى عدة جروح خطيرة في الرأس. ضربت على رأسها بأصيص للزهور، أصيصا ثقيلا من الأسمنت. مع أن البحث عن بصمات لم يفضي إلى شيء، إلا أن الشرطة توصلت إلى فرضية عما حدث. على الأرجح أن السيدة أرنولد قد هجمت من قبل المعتدي في الحمام، لأننا عثرنا على نظاراتها في المغسلة، ولابد أنها تعاركت معه ثم هربت منه. هربت إلى خارج المنزل واستخدم كل ما وصلت إليه يداه عندما أمسك بها. أعني أنه خنقها وضربها، ثم أخذ هذا الرصيص الثقيل وسحق به رأسها، ثم عاد إلى المنزل وأفرغ حقيبتها وسرق بطاقات الائتمان. يبدو أنها سرقة، لكنها قتل من أجل السرقة، فقد سحق رأس أحدهم برصيص. في الوقت نفسه أخذ روبرت زوج آنا إلى مركز الشرطة لاستجوابه، ولم تعرف ابنته سارة بالأمر بعد. اتصل والدي عند منتصف الليل تقريبا، وكنت قلقة حينها ولا أعرف ما الذي جرى. لقد اتصل من مركز الشرطة في سانت تشارلز، لذا ذهبت إلى هناك ولم أفهم ما حدث. رأيت والدي لكنهم لم يسمحوا لي بالتحدث إليه، وأخذوني إلى غرفة أخرى وبدأوا بطرح أسئلة عن أبي وعن أمي. وفي النهاية قالوا لي في الواقع لقد توفيت والدتك. وبدأت أقول ماذا تعني؟ كيف؟ ماذا؟ أظن أنني لم أكن قادرة على التفكير بأي شيء. لا يمكن أن يحدث هذا لي، وكيف يمكن أن تقتل والدتي؟ إن الأمر لا يشبه التعرض لحادث سيارة أو ما شابه. استجوب روبرت طويلاً أثناء الليل، ومع أنه لم يكن مشتبهاً به بعد، كان يعتبر شخصاً له مصلحة في مقتل زوجته آنا. كان افتراضنا بأنها سرقة، بينما قالوا إنها لم تكن كذلك، لذا أظن بأنهم اشتبهوا بوالدي منذ البداية. في مسرح الجريمة خرج جان بول مونييه خالي الوفاض في بحثه عن أدلة. حاولنا الحصول على بصمات من كل شيء أو أي شيء من الحقيبة، ولكن الحقيبة كانت على السرير ولا شيء عليها يمكنه مساعدتنا في ذلك الوقت. من الصعب استخراج بصمات من الأصيص الأسمنتي، لذا لا يوجد أي شيء، ولم يساعدنا الجنائيون كثيراً حينها لأن القتل خارجي، ومن النادر الحصول على أدلة في جرائم القتل الخارجية. بحلول الصباح التالي انتشر خبر جريمة القتل العنيفة في كل أرجاء المجتمع. كان الأمر مزعجاً للغاية. حدوث جريمة قتل في قسم من المدينة أمر خطير، خاصة عندما يتعلق الأمر بامرأة تعيش وحدها، يحترمها الجميع وتعمل بجد. تقرأ في الجريدة بأن أحدهم قد قتل وتريد معرفة السبب. عندما لا يتواجد دافع واضح ويكون الأمر عشوائيا، يصبح الوضع مخيفا. في قضية آنا يارنولد، ما يجعلك تأخذ الأمر من ناحية شخصية أنها كانت امرأة محبوبة في المجتمع، وامرأة عاشت في مجتمع صغير للغاية.
في كل يوم نرى نساء يخرجن، ولا سيما في مجتمعاتنا، يخرجن ويعملن في حدائقهن أو يجلسن فيها، وتبدأ بالتساؤل، ربما كانت الضحية أي شخص منا. بينما شك البعض في روبرت يارنولد، خاف آخرون من أن جرائم القتل جزء من تسلسل أكبر وأخطر. وتفاقمت المخاوف عند ذكر حادثة عنيفة أخرى وقعت قبل 3 أشهر. في شهر تموز في مجتمع قرب الجزيرة الغربية، هوجمت جانيت كوتشينسكي وقتلت عندما كانت تمشي وحدها في ممر للدراجات الهوائية. سنيفا منطقة صغيرة، لقد سمع الناس أيضا بجريمات القتل التي حدثت في تموز، وقالوا ما الأمر؟ تقتل امرأتان في غضون شهرين؟ لقد صدمهم الأمر. إن كانت جريمتا القتل مرتبطتين، فقد يواجه السكان قاتلا متسلسلا. نصح الناس بأن لا يفتحوا أبوابهم لأي شخص لا يعرفونه، وأن يكونوا حذرين. كان هذا بداية تصاعد موجة الذعر. هناك أمر خاطئ للغاية في هذه الجرائم، ولا سيما التي تستهدف النساء. فجأة أصبح لدى الناس انطباع بأن الأمر لم ينتهي بعد. في تشرين الأول عام 99، صدمت جزيرة مونتريال الغربية بجريمة قتل أنا يارنولد. مع أن البعض خافوا من وجود قاتل متسلسل طليق، إلا أن آخرين شكوا بروبرت زوج أنا. تعاون والدي دون توقف، واستمر بإخبارهم بما أرادوا معرفته، ولكنه لم يكن كافياً. وقالوا إنهم لم يفهموا، فإن كان بريئاً سيحاول القفز من على الطاولة حتى يخنقهم. كنت أعلم كم كان والدي متضايقاً، فقد كانت حب حياته الوحيد. لذا فكرة أنه قتلها منافية للطبيعة تماماً. في الأسابيع القليلة التالية لم تقع أي حوادث جديدة، ولكن في مكان آخر من المنطقة استرعت جريمتان مروعتان انتباه الشرطة من كل أنحاء المقاطعة. سانتا جاث كيبك، مجتمع هادئ يبعد ساعة شمال غرب مونتريال. مونيك كودرو وعمرها 45 سنة تعمل كممرضة في مستشفى. بعد أسبوعين فقط على الجريمة التي وقعت في الجنوب الشرقي، لم تذهب مونيك إلى عملها. اتصل أخيراً زملاء مونيك القلقون في العمل بأختها التي ذهبت إلى منزلها مساءً. في الداخل تجفل من منظر مريع. أختها مونيك ميتة. مقدار العنف في مسرح الجريمة كان مخيفاً حتى للمتمرسين. أبرحت ضرباً وطعنت عدة مرات واعتدي عليها جنسياً. كان دليلاً على أننا نواجه شخصاً مختلاً عقلياً حقاً. طعنت 55 مرة. كيف يعقل أن يطعن شخص شخصاً آخر كل هذا العدد من الطعنات؟ مع الكثير من الدم، استدعيت عالمة الأحياء جاسينث بريفو للبحث عن أدلة. كانت تعمل عن قرب مع المصور الجنائي جان مارتان ريو. عثر على السيدة جودرو في غرفة نومها، لهذا كان فيها الكثير من الدم. كانت مسرحاً للعنف، مسرحاً يعبر عن الكره تجاه المرأة. من الصعب دوماً معالجة العنف، والأصعب أن تكون في منزل وبيئة الضحية، في حياتها اليومية وفي المكان الذي اعتدي عليها فيه. طلبت من جان مارتان ريو أن يلتقط صوراً محددة، صوراً لكل مسرح الجريمة بالفيديو والصور الفوتوغرافية. هذا مهم جداً قبل أن أعمل. رغم وحشية الجريمة، اكتشفت الشرطة بعض الأدلة داخل المنزل. لم تكن هناك أي إشارة إلى اقتحام المنزل، ولا أي سلاح للجريمة، ولا بصمات لغرباء.
لا أظن بأن قضيتها كانت سرقة. لم نجد شيئاً مفقوداً خلال تفحص المنزل. عندما تحركوا إلى الخارج إلى الشرفة، أسفر بحثهم الدقيق عن شيء آخر. عثرت جاسون على بصمة قدم بالتأكيد. كانت بصمة قدم لحذاء القاتل لأنه مشى في الدم. تطابق الدم الذي على البصمة مع دم السيدة غودرو. وعلى الشرفة أيضاً وجدت قطرات دم صغيرة ربما تعود للقاتل. عادة عندما يهاجم أحدهم شخصا ما بقوة باستخدام سكين ينتهي به الأمر بجرح نفسه لأنه يفقد السيطرة على الوضع. عندما مشى أو ركض ترك وراءه قطرات دم من جراحه على الأرض. أثبتت الفحوصات أن الدم هو لرجل مجهول. كنا نعلم بأنه دم رجل يختلف عن دم السيدة غودرو، لكننا لم نعلم لمن هذا الدم. بالنسبة لنا كان مجهولاً. بسبب اختلاف سبب الوفاة لا يوجد رابط واضح بين جريمتي قتل مونيك وآنا. حينها لم يكن هناك شبه بينهما. كانتا امرأتين من عمر معين وتعيشان وحدهما. كان لابد من أن نطلق إنذاراً على الفور. التاسع عشر من تشرين الثاني، بعد 3 أسابيع في لافال كيبيك من ضواحي مونتريال، دهش موظفو شركة محلية من غياب المحاسبة. هي امرأة في 55 من عمرها وتدعى تيريزا ليزاك شانهان. حاولوا الاتصال بها، كان الهاتف يرن ويرن دون أن يجيب أحد. وعندما ذهبوا مع الشرطة إلى شقتها كانت هناك 3 أو 4 جرائد عند بابها. أحضر رجال الشرطة بواب العمارة ليفتح الباب. عندها رأوا المنظر، كانت ميتة. اغتصبت وضربت، كان المنظر مريعا. طعنت بشدة عدة مرات. أظن أن السيدة شانهان طعنت 32 مرة. كان هناك شبه كبير بين جريمة قتل تيريزا ليزيك شانهان ومقتل مونيك غودرو قبل 3 أسابيع، ولكن هناك اختلاف واضح. فقدت أمور من شقة تيريزا، قطع من المجوهرات وبطاقات ائتمان أيضاً. واكتشف أن إحدى البطاقات استخدمت في صراف آلي بعد فترة وجيزة من الوقت المفترض لموتها. في ذلك الوقت كان الحد الأقصى $1000. سحب $500 قبل منتصف الليل و500 بعد منتصف الليل، وكان ذلك المبلغ كل مدخراتها. حصلت الشرطة على شريط فيديو من البنك، ولكنه يظهر المشتبه به من الأعلى والجانب. من المستحيل التعرف عليه. كائناً من يكون، فقد علم الرقم السري الخاص بتيريزا. وظهر تطور مشابه في جزيرة مونتريال الغربية. لاحظت سارة ابنة الضحية أن يارنولد أموراً غريبة في أرصدة والدتها المالية. رأيت كشف حساب والدتي البنكي، ولاحظت بأن أحدهم سحب نقودها في ذلك اليوم. يوم الخميس وليس الجمعة، بعد أن تحدثت معها بقليل. حصل رجال الشرطة الذين يحققون في مقتل أن يارنولد على شريط الصراف الآلي الأمني. كانت صورة أمامية، ولكنه كان يرتدي معطفا بقبعة، لذا كان من الصعب على شخص لا يعرفه أن يتعرف عليه. حينها عمل بول تشيري كصحفي جرائم في مونتريال جازيت. أذكر بأنه كانت هناك توقعات من هذه الصورة، وعندما رأيناها لم تكن واضحة، وتساءلنا ترى من هو شبح كاسبر هذا. كانت مليئة بالنقط ومغبشة وصورة نموذجية لكاميرات الصراف الآلي. مع أنها غير واضحة، إلا أنها ساعدت الشرطة في تحديد صفات المشتبه به. طوله 5.10 أقدام، كوقازي، وكانت له لحية عندما قتل أن يارنولد. والأمر الواضح أن الرجل الغامض ليس زوج آنا. لا يمكنني أن أفهم
كيف ظنوا أن القاتل هو والدي طوال ذلك الوقت؟ كنا مسرورين لانتهاء هذا الجزء. بالنسبة للشرطة، كانت الجرائم الثلاث متصلة ببعضها البعض، إما بسبب الوفاة أو استخدام البطاقات البنكية. كان التسلسل واضحاً جداً، الشخص نفسه ارتكب هذه الجرائم. شعرنا بأنه كان يعذب ضحاياه قبل قتلهن، وذلك ليحصل على الرقم السري، لأنه من المستحيل أن يعرف أرقامهن السرية. عذب وجرح النساء فأخبرنه بالرقم السري قبل أن يقتلهن. مع احتمال أن المسؤول عن الجرائم هو أي شخص، كان الأمر مخيفاً للغاية، لأنه كان يختار ضحاياه بعشوائية. لذا لا نعلم من سيختار المرة القادمة. قتلت 4 نساء بوحشية في مونتريال خلال 6 أشهر. 3 منهن هوجمن عندما كن وحدهن في منازلهن. ترون بأن هذا التسلسل شكل فجأة موجة من الخوف لدى الناس الموجودين في أبنيتهم، وخاصة النساء. كانت الشرطة تمتلك عينة دم لمجهول من إحدى الجرائم، وصورة أمنية أيضاً غير واضحة. بناءً على هذا الدليل، بدأوا يشعرون الآن بأن هذا الرجل يدخل منازل ضحاياه بعذر أو متخفي. ربما يتظاهر بأنه بائع متجول أو رجل بارع في أمور مختلفة. لم يحدث أي انفراج في القضية، كنا نعلم أنه استخدم حيلة. على الأرجح تظاهر بشيء، ولكننا لا نعلم ما هو. أقصد ربما تظاهر بأنه شرطي أو منجم أو بأي شيء. 14 من كانون الأول، جزيرة مونتريال الغربية، حيث قتلت أنا يارنولد قبل 8 أسابيع فقط. في ضاحية بايدورفي البعيدة، اقترب رجل من أحد المنازل الكبيرة في المنطقة. ردت عليه المرأة وأجابها بأنه يعمل في فناء المنازل في الحي ويعرض عليها خدماته. استشارت المرأة زوجها وقرر عدم إعطائه العمل، لذا يرحل الرجل. في آخر الشارع تعيش ماري إليزابيث جلين وحدها وعمرها 50 سنة، وتعمل كفنانة تخطيطية. هي امرأة ودودة ومعروفة وناشطة في المجتمع. الرجل نفسه الذي زعم بأنه يعمل في فناء منازل المنطقة ذهب إلى منزل ماري جلين لاحقاً ذلك اليوم. في الصباح التالي وصلت امرأة إلى منزل جلين حتى تقوم بعملها المعتاد في تدبير المنزل. عندما لم يجبها أحد دخلت المنزل. في غرفة المعيشة وجدت ماري إليزابيث جلين ميتة في بركة من الدماء. إنه الأمر نفسه. تلقينا اتصالاً فذهبنا إلى مسرح الجريمة، فعثر عليها داخل المنزل، وقد ضربت هي الأخرى وطعنت واغتصبت. وصل مع الشرطة المصور الجنائي جان بول مونييه وعالمة الأحياء الجنائية جاسينت بريفو. وجدت السيدة جلين ميتة على أرضية غرفة المعيشة الكبيرة. كانت ترتدي ملابسها وضرب رأسها بأداة حادة وطعنت عدة مرات. بعد أن التقطنا صوراً لمسرح الجريمة بالكامل، بدأنا بتحليل بقع الدم والقطرات على الأرض. بدراسة طريقة تناثر الدم وضعت جاسينث تسلسلاً للاعتداء. مرة ثانية لم تكن هناك أي إشارات على حدوث اقتحام، وهذا يشير إلى أن ماري جلين فتحت الباب للمعتدي. كان الاعتداء عنيفاً للغاية وانتقل من المطبخ وتحرك قليلاً إلى جانب المكتب. نجحت في الهرب في لحظات معينة، فهناك الكثير من الشعر المقتلع، كميات كبيرة من الشعر. هذا الاعتداء لم يكن سريعاً وفيه الكثير من الكره. عثرنا على نظارات السيدة جلين وعليها بقع دم أسفل الدرج. عليها أيضاً شعر ملطخ بالدم.
وانتهى الأمر في غرفة المعيشة حيث كان الأمر عنيفاً جداً. لفت المرأة على ظهرها، أبرحت ضرباً بطريقة لا تصدق وطعنت عدة مرات. بالإضافة إلى اقتفاء أثر دم ماري جلين، حصلت جاسينث بريفو على بصمة قدم باهتة تختلف عما عثرت عليها في منزل مونيك جوردو قبل 6 أسابيع. قمنا بتحليل حركة بصمة حذاء المعتدي الملطخة بالدم، ورأينا أنه عاد ثانية إلى المطبخ. وشاهدنا بقعة دم خفيفة أيضاً في مغسلة المطبخ. إلى الآن نعلم بأن المعتدي غسل يديه أو شيئاً ما في المغسلة. صعد إلى الطابق الأول، لذا هناك بصمات أقدام على الدرج. لم يفتش في جميع الغرف، لكنه فتش غرفة نوم السيدة جلين وحقيبتها أيضاً. عم الذعر المنطقة بعد خبر جريمة القتل. بدأنا الآن بالارتعاش، وبدأ الناس يقولون يا ألطاف السماء. في مجتمعات كهذه الناس معتادون على ترك أبوابهم مفتوحة، وفجأة تواجههم حقيقة أن الوضع اختلف تماماً. هذا مأساوي بالفعل وليس طبيعيا. ظننت بأنني كنت أعيش في ركن من النعيم. كان الناس يتطلعون للطمأنينة، أرادوا أن يخبرهم أحدهم بأننا نحاول حل القضية وبأن الأمور ستكون على ما يرام. ربما لن تكون على ما يرام بسرعة لأننا نواجه تسلسلا وليست لدينا أي فكرة عن هوية الشخص. لدينا دليل من الحمض الوراثي بالإضافة إلى بطاقة بنكية، ولكن ليس لدينا مشتبه به. في مسرح الجريمة كان جان بول مونييه مقتنعاً بأن القاتل ترك أثراً شخصياً وراءه. تفحص كل الأسطح في المنزل بحثاً عن بصمات. في اليوم الثاني من البحث أسفرت تحريات جان بول عن شيء. تلقينا اتصالاً هاتفياً يخبرنا بأننا تعرفنا على بصمة. هذه البصمة هي لشخص لا يفترض وجوده هناك، هو ليس فرداً من العائلة. خلال 24 ساعة القادمة سترتبط البصمة باسم، وستقدم للشرطة أكبر دليل لحد الآن. 16 من كانون الأول عام 99، نشر قاتل متسلسل الرعب عبر جزيرة مونتريال الغربية، وآخر ضحايا ماري جلين وعمرها 50 سنة. وكشفت التحقيقات عن بصمة عثر عليها داخل منزلها. كنت أعلم، فقد تحدثوا معي عنها. ولكن تحليلها كان صعباً جداً. عمل جان بول مونييه لساعات طويلة وتمكن من وضعها في بنك البصمات. عن طريق المقارنة الدقيقة عثر أخيراً على مطابقة. كنت في مكتبي عندما سمعت صرخة فرح. حصلنا على رجل مشتبه به. البصمة هي لرجل في 44 من عمره يدعى ويليام فايف. هذا لا يعني أنه ارتكب جرائم القتل، ولكنها تبين بأن شخصاً كان في المنزل، حتى أنه لا يمكن الجزم بأنه كان وقت حدوث الجريمة، لأنها لم تكن بصمة من الدم، كانت على إطار الباب. ولكن لما كانت هناك؟ أصبح لدينا الآن من نشتبه به. علينا العودة إلى حياته لنعرف من هو هذا الرجل. علمت الشرطة بسرعة أن ويليام فايف أدين سابقاً في 70s باقتحام وسطو، ومنذ ذلك الوقت كان يعمل بين الحين والآخر في أعمال متعددة، أعمال تسمح له بدخول منازل الناس. اكتشفنا أنه كان متزوجاً ولديه طفل ويواعد عدة نساء، وأظهر تحقيقاتنا أنه كان يحسن التصرف مع أغلب الناس، وبأنه يجيد القيام بأعمال غريبة، فقد كان دهاناً جيداً ويحسن أعمالاً من هذا القبيل.
رغم أن ويليام فايف سكن مؤخراً في بلدة صغيرة شمالية مونتريال، إلا أن مكان سكنه الحالي مجهول. والآن ماذا علينا أن نفعل؟ هل ننشر الخبر مباشرة ونخيفه؟ قد يهرب قبل أن نحدد مكانه، وبهذا لن نعثر عليه مجدداً. أو نعطي الأفضلية للسكان، فهم يستحقون أن يحموا أنفسهم. واستمر النقاش طوال عدة ساعات، وأذكر الاجتماعات المتواصلة. ضغط النواب والهيئة التي كنت رئيستها على الشرطة لإذاعة الخبر. قرروا إمهالنا عدة ساعات لنعثر عليه، وعند انتهاء المدة سينشرون الخبر في الصحيفة. في اليوم نفسه حصلت الشرطة على دليل من إحدى صديقات ويليام فايف السابقات، أخبرتهم أن المشتبه به ربما يعيش في منزل والدته المعزول بالقرب من باري أونتاريو، والتي تبعد 650 كيلومتراً غربي مونتريال. راجعنا الأمر في مركز التحقيق ووجدنا أنه مالك سيارة، سيارة رانجر فورد زرقاء اللون. بهذه المعلومة اكتشفنا أن والدته تسكن في أونتاريو، فأخبرنا الشرطة هناك. تقع مهمة تقفي أثر الدليل على عاتق المفتش العام جيم ميلر. ذهبت إلى العمل وجمعت فريقاً للبحث عنه. أعطيت عنواناً محتملاً لمنزل والدته. عاشت وحدها في الريف في منزل يشبه منزل مزرعة قديم، وكان يبعد عن الطريق المعبد قليلاً. من الصعب رؤية السيارات في ممرات المنازل والتأكد من نوعها، ولكن واحدة كانت تبدو بالتأكيد كشاحنة. الشاحنة الصغيرة التي كنا نبحث عنها لوحتها من كيبيك. كانت السيارة مسجلة باسم ويليام فايف على عنوان في مونتريال، لذا توقفنا عندها وانتظرنا في المنطقة. عندما حددنا موقعه وعلمنا أنه مشتبه به في 3 جرائم قتل، في تلك اللحظة شعرنا بالارتياح لأننا عرفنا على الأقل من هو هذا الرجل، وأبقيناه تحت المراقبة الدائمة حتى لا يقتل شخصاً جديداً إلى أن نقرر بأننا نملك أدلة تكفي لاعتقاله. مع وجود فايف تحت المراقبة، اتجه محققو كيبيك إلى الغرب. في الوقت نفسه نشروا الخبر على أمل العثور على شهود أو حث المشتبه به للقيام بعمل يدينه. نشرنا صورته في الصحيفة على الفور. أطلعنا الناس بأن المشتبه به في 4 جرائم قتل هو السيد فايف، وقلنا أن هناك مذكرة لاعتقاله. الرائع أن الأمر انتشر على نطاق الدولة. انتشرت قصة القتلات الأربع، لذا لا بد من أن الخبر قد وصل. ما حدث خلال المراقبة التي كانت 24/24 أن السيد فايف قام بعدة أمور. ترك منزله وذهب إلى تورنتو. كان يبحث عن صحيفة ناشونال بوست وطلب صحيفة مونتريال جازيت. يريد أن يعلم ما الذي يحدث في مونتريال، وهل يتحدث عن جرائمه؟ في 21 من كانون الأول، بعد 3 أيام من ظهور اسمه في الصحيفة، قام ويليام فايف بحركة مريبة. كان يقود سيارته في أرجاء مدينة باري، ثم توقف خلف كنيسة. رآه أحد رجال الشرطة في فريق المراقبة يرمي شيئاً خلف الكنيسة. كانت هناك صناديق للمحتاجين، ورمى 3 أزواج من الأحذية. لدينا صورا له وهو يقوم بذلك. عندما قاد سيارته مبتعدا، ذهب رجل من المراقبة على الفور وجلب هذه الأحذية. كانت عليها بقع تبدو كالدم، مادة حمراء على الأرجح كانت دما. في 22 من كانون الأول، مع وجود شرطة مونتريال في المنطقة، تم اتخاذ قرار للتحرك ضد ويليام فايف. تبعوه إلى محطة للوقود وانتظروه عند المخرج. ظهرنا هناك وتوقفنا بالقرب من سيارته وشاهدناه يخرج من الشاحنة.
عندما عاد إلى شاحنته ثانية اقترب منه رجال الشرطة وهو يفتح باب الشاحنة ليدخل. اعتقل ويليام فايف بتهمة قتل ماري إليزابيث جلين. لم يقاوم حتى أنه قال لأحد رجال الشرطة: لما لا تطلق علي النار الآن؟ تلك كانت الكلمات الوحيدة التي نطق بها حينها: لما لا تطلق علي النار؟ أخذ السيد فايف إلى سجن باري حيث استجوبه محقق جرائم القتل في مونتريال. خلال الاستجواب قام بالتدخين وغضب للغاية وسحب فيش الكاميرا مرتين أو ثلاثة. كان مغرورا جدا وباردا كالسمك. افعلوا ما تريدون، أريد محاميا خاص. اتصلت بمحاميه مرتين أو ثلاثة، كان يردد: ليس لديكم شيء، لا شيء، أثبت ذلك، لا أريد التكلم بعد الآن. لذا لم نحصل على الكثير منه تلك الليلة. بينما ويليام فايف يرفض الاعتراف بأي شيء، أخذت الشرطة عقب السيجارة لاختبار الحمض النووي. في الوقت نفسه فتشت شاحنته ومنزل والدته بحثاً عن أدلة، وأرسلت أحذية الركض التي تخلص منها إلى مختبر. شعرت بالارتياح حقاً، فقد عرفوا هوية القاتل. لكنني ذعرت حينها من فكرتين مرعبتين أكثر: إن لم يكن هو فهناك شخص آخر طليق، وإن كان هو كم جريمة ارتكب. في 22 من كانون الأول لعام 99 ألقت شرطة مونتريال القبض على رجل يدعى ويليام فايف. بالإضافة للاشتباه به في جريمة قتل ماري إليزابيث جلين، قد تكون له علاقة بسلسلة جرائم قتل عنيفة حدثت في المنطقة. ساعدت أخبار القبض عليه في تهدئة خوف المجتمع، ولا سيما موجة الذعر التي هزت جزيرة مونتريال الغربية. في موسم عيد الميلاد قرأ الناس المقالات، أعتقد بأنهم استجابوا لها وشعروا بالراحة لأنه تم التعرف على شخص ما. رغم أن ويليام فايف واصل الادعاء ببراءته، نمت الأدلة ضده بسرعة. في مختبر المقاطعة بيّنت عالمة الأحياء الجنائية جاسينت بريفو بأن الدماء على أحذية الركض هي دماء بشرية، وعثر على أدلة أخرى في ملابسه التي كانت في غرفة والدته. كان علي تفحص ثلاثة أزواج من الأحذية وقبعة ومنديل من بقع دم وأمور متعددة، إنها لا تتعدى 11 أو 15 قطعة. ذهبت إلى مركز الشرطة لأخبرهم أنه بالفعل هناك دماء على الملابس وهي دماء بشرية. في الأسابيع التالية ربطت جاسم تدريجياً القاتل المتسلسل بجرائمه. في قضية أن يارنولد وجدت آثار دمائها على ملابس لفايف، واكتشف أنه الرجل نفسه الذي ظهر في صورة كاميرا الأمن في بنك أن يارنولد. بالنسبة لي أو لك، ستنظر إلى الصورة ولن تعلم من هو هذا الرجل، لأنك لا تعلم إلى من تنظر. عندما أريناها لأشخاص يعرفون السيد فايف، تعرفوا عليه: انظروا، إنه ويليام فايف، علمنا أنه هو. بالنسبة لمونيك جوردو، تطابقت بصمة أحد أحذية فايف مع تلك التي على شرفة الضحية، وتطابقت قطرات الدم مع حمضه الوراثي. في قضية تيريزا لزيك شانهان، ظهر أحد خواتمها المسروقة بين متعلقات فايف. وأخيراً في قضية ماري إليزابيث جلين، عزز دليل البصمة التي حلت كل القضية باكتشافين آخرين هما: مطابقة أخرى لبصمة حذاء وآثار أيضاً لدم الضحية على قطعة من ملابس ويليام فايف. لديك دليل مادي كالخاتم ودم الحمض الوراثي والبصمة التي على إطار الباب، ولديك حمض وراثي من قطرات دمه التي على الشرفة. لديك القاتل والقتيل، انتهى أمره.
في الوقت نفسه بدأت الشرطة التدقيق في جميع الجرائم التي لم تحل في منطقة كيبك ولا سيما في منطقة مونتريال العظمى خلال السنوات 25 الأخيرة. وحدث في وقت لاحق، تلقينا اتصالا خلال ذلك من شاب من بلدة مونتريال. قال إن اسمه هو السيد سكاتلان وهو يعرف السيد فايف، فقد لعب الهوكي معا في الماضي ربما قبل 20 سنة. والغريب أن والدته قتلت في منزلها وكان السيد فايف يدهنه، لذا كان يتساءل إن كانت هناك علاقة محتملة. مر عقدان من الزمان تقريبا على مقتل هايزل سكاتلان، لكن عينات الحمض الوراثي من التحقيق الأصلي ما زالت موجودة. عند اختبارها كانت مطابقة تماما لويليام فايف. يمكننا أن نؤكد بأن ويليام فايف هو من ارتكب هذه الجرائم كلها. التفاصيل التي أخبرنا بها وضحت الأمر. ما بدا أنه أمر حدث عام 99 فقط، اتضح بأنه كان يحدث طوال فترة طويلة من الزمن. في 21 من أيلول عام 2001، بمواجهة دليل قاطع أمامه، بدل ويليام فايف مرافعته من بريء إلى مذنب في كل تهم القتل الخمس، وأصدر حكم بسجنه مدى الحياة دون أي فرصة إطلاق سراح مشروط طوال 25 سنة. إذن سيسجن 25 سنة كاملة دون احتمال إطلاق سراح مشروط. شعر أفراد عائلات القتلات بالرضا وبأننا قمنا بعمل ممتاز. كان وقتا عصيبا جدا عليهم. ذهبت إلى إحدى الجلسات وجلست على بعد عدة أقدام منه. من الصعب أن تكون على صلة بشخص مريض وبعقلية ملتوية هكذا. لا أعلم، كنت أتوقع صاعقة من البرق، هذا ما توقعت أن أشعر به تجاهه، ولكنني لم أشعر بشيء. بدا كرجل صغير محزن يجلس هناك. مع أنه اعترف بخمس جرائم قتل، لكنه رفض الاعتراف بقتل جانيت كوتشينسكي، وهي امرأة في الجزيرة الغربية قتلت قبل أناي أرنولد، ولكنه ألمح إلى علاقته بسلسلة جرائم أخرى لم تحل. والذي طرأ في الأشهر التالية اعترافه بجرائم أسوأ مما يتصوره أحدهم. كنا قد اكتشفنا قمة الجبل الجليدي عام 99، وفجأة بدأت جذور الأمر تعود إلى الوراء. اعترف ويليام فايف بأربع جرائم قتل وحشية أخرى. عام 79 اغتصب وقتل سوزان برينيه وعمرها 55 سنة. بعدها بأقل من شهر قتل نيكول رايمون وعمرها 26 سنة. عام 87 ماتت لويس بانيك بوبار على يد فايف الذي طعنها 17 مرة. بعدها بسنتين قتل بولين لابلانت وعمرها 44 سنة. بالإضافة إلى جرائم القتل التسع، فالشرطة مقتنعة أيضاً بأن فايف مسؤول عن سلسلة حوادث اغتصاب عنيفة وقعت منتصف الثمانينيات. كان هناك رجل يدعى السباك وكان يعتدي جنسياً على نساء مدينة مونتريال. كان يطرق على أبوابهن ويبرر وجوده بأن المالك طلبه لكي يصلح أبواباً أو شيئاً ما، وعندما يدخلنه يقوم بالاعتداء عليهن. في تلك الفترة كان هادئاً، أراد إشباع رغباته الجنسية دون الحاجة إلى القتل. خلال اعترافه كان قادراً على مناقشة الجرائم بتفاصيلها، ولكنه غالباً ما يبقى صامتاً عندما يسأل عن دوافعه المحتملة. أردنا دوماً أن نعرف الأسباب من السيد فايف نفسه. لماذا قتلت؟ لما قتلت مرتين عام 79؟ ولم تقتل ثانية حتى عام 87، ثم قتلت مجددا عام 89، وفجأة حدث أمر ما في عام 99 وقتلت 4 نساء. ما سبب ذلك؟ ما سبب اغتصابك للنساء بين عام 84 و 87 دون قتلهن؟ كان يقول بأنها أمور كثيرة سببها الجنس والرغبة. سألناه لما طعنت هذا العدد من المرات،
قال هذا ما علي معرفته. ولم يخبرنا بالسبب حتى يومنا هذا. جميع القتلة لا يوضحون سبب الوحشية. اليوم يقبأ ويليام فايف وراء القضبان في سجن فائق الحماية في ساسكاتشوان، وما زال مشتبها به في 5 جرائم قتل أخرى لم تحل، والتي إذا أثبتت ستجعله أسوأ قاتل متسلسل في تاريخ كندا. أنا مقتنعة بأن هناك أخريات، أعني أنه في يوم ما ربما سيعترف ويليام فايف، أو في يوم ما ربما سيعثر على أدلة أخرى، ولكنني مقتنعة تماماً بأن هناك قضايا أخرى. لن يخرج من السجن حتى يصبح عمره 69 أو 70 عاماً. هناك المزيد من ويليام فايف أكثر مما نراه الآن. أتمنى لا يخرج من السجن مطلقاً، هذا رأيي. لا أظن أن شخصاً فعل ما فعله سيتلقى المساعدة وسيصبح سوياً، لكن ربما أنا مخطئ. أظن أن هذا الرجل ببساطة قاتل بدم بارد. هذا الملف الذي جمعته بنفسي عن فايف. شخص كفايف لا يمكن نسيانه. سأبقي الملف جانباً، فقد يستجد أمر ما ثانية.